مضى أكثر من 10 أعوام على أحداث 11 سبتمبر، إلا أن ذكرياتها ما زالت عالقة في مخيلة طبيب الأسنان العراقي عقيل لازم، التي صادفت ليلة زواجه في يوم الهجمات التي سرعان ما انتشر خبرها بين الناس كحال النار في الهشيم. ذكرى سبتمبر دائما ذكرني بأيام زواجي، ولكن كأحداث مشاهدة هذه الأبراج وهي تنهار، وكأنما الإنسان يشاهد سقوط الحضارة أمام عيني. أما هذا العدد من الضحايا والأحداث أكيد هي مأساة إنسانية، حدث مؤلم أن يعاقب الإنسان بهذه الطريقة اللي لا شيء ارتكبه. ربما يعني السياسيين ربما أخطأوا، ولكن الضحايا ليسوا سياسيين، ناس أبرياء. ولم يتوقع الطبيب العراقي عقيل لازم أن يرى الصورة الدامية التي شاهدها ذات يوم في الولايات المتحدة داخل محافظات بلاده، لكن بأكثر عنف وأشد بشاعة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين من قبل قوات التحالف في عام 2003، حيث أصبح العراق أيضا ومنذ ذلك الوقت مسرحا لعمليات إرهابية وتصفية حسابات دولية وأخرى سياسية محلية سقط فيها أضعاف ما سقط من أشخاص في هجمات سبتمبر. لم أكن أتوقع أن تجرى أحداث سبتمبر على العراق هذا الحجم من الدمار. على العكس، كان معظم العراقيين يأملون أن تكون أحداث سبتمبر هي بداية لتغيير إيجابي في حياتهم. للأسف هذا التغيير جاء ولكن بصورة معكوسة، يعني كان السلبيات فيه أكثر بكثير من الإيجابيات. المعاناة والألم ربما وصلت مستويات قياسية لم يعانيها أحد، ربما أكثر مما عاناها الأمريكيين في أحداث سبتمبر. ورغم الفارق بالسنوات وأعداد الضحايا بين ما شهدته الولايات المتحدة وما يعيشه العراق الآن من إرهاب يضرب شماله وجنوبه بنفس القسوة، إلا أن الأمريكيون والعراقيون يشتركون من وجهة نظر لازم بأنهم فقدوا أحباء لهم في هجمات إرهابية لم تفرق في لون وقومية الأشخاص الذين تقتلهم بالجملة. أحداث سبتمبر شاهدناها على شاشة التلفاز، الأحداث في العراق شاهدنا كثير منها بأم عين ربما تجعل وقعها أشد تأثير. القاعدة بالغت في ردات فعلها وفي قسوتها مع الجميع، لا يوجد لديها صديق. العيش بسلام وأمان بعيدا عن إرهاب تنظيم القاعدة والفصائل المسلحة الأخرى هو ما يتمناه الدكتور عقيل لازم، ليس للعراقيين وحدهم بل لسائر المواطنين في العالم. سعد قصي لبرنامج اليوم على الحرة، البصرة.